كاملين والله يرضي عليها. اللي عليها دارته، درت مجهود، بدلت مجهود، اللي عليها دارته انا راضيه عليها. النقطه اللي جابتها مرحبا. لا شوف التوفيق والسداد من عند الله سبحانه وتعالى. راه شحال من واحد كيجيب 18 وهذا وما كيعرفش شنو غيدير بها من بعد، وكاين اللي كيجيب غير 11 ولا 12 وتبارك الله كيمشي بعيد. اذا حنا نخدموا على وليداتنا من بعد البكالوريا، والله يوفق الجميع، الله يسهل على الجميع. انت مسكينه دارت مجهود ديالها واللي دار الله هي اللي كاينه صافي. والوالدين هما اللي مدوزين الامتحان. وييه، ولكن دارت جهده. كمل على الله، ما يكون غير الخير ان شاء الله. انا بالي بحال نجي ندوزلي. اللي قلتي يكون. مال عينك مغاري. والو والله ما ملي حتى حاجه. دوزت مزيان الحمد لله، دوزت مزيان. تقولي للوليدات ايوا واش نقول لك؟ اللي دار الله هي اللي كاينه، حيت الوليدات كيديروا واحد المجهود ولكن داكشي اللي دار الله هي اللي كاينه. بحال كنساين وليداتنا الاخر، ولكن راه الكامل على الله، ماشي اللي كاين. قلت لك راه دارت العام كامل وهي تدير المجهود ديالها وكتارى مزيان، ونطلبوا لها التوفيق ان شاء الله، هادشي اللي كاين. كنتمنى التوفيق لبنتي وكاع الوليدات كاملين، الله يعطيهم النجاح ان شاء الله، وحنا اللي كندوزو ماشي هما. الخلعه فينا حنا اكثر منهم هما، والله الا. وكنتمنى لهم النجاح، كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.